قوي 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 برضك هيغيروا هدومهم. استغفر الله العظيم، وقلنا بلاش تصنط بقى، حرام حرام. نبي تنيلي اسكتي وتكسي كفايه اللي بيحصل جوه. يا رب اخلص منكم انتوا الجوز عشان اعرف اسمع كلمه واحده يا شيخ. خليكي معايا يا انهار، دلوقتي هو كان بيغمزلك ليه؟ عشان تحطي لها الحبايه في الكوبايه مش كده؟ لا، كان بياخد مني معاه. كنت هتحطيها لها في العصير صح؟ يا اخي جاي ليه يا فرحه خير في كده؟ تحطي الحبايه في الكوبايه؟ لما روحك يا سميحه بدل ما اجيبك من شهر. جرايه انهار، هو انت يا اختي مش قادره على الحمار هتقطعي على البردعه ولا ايه؟ لا ده انا اللي بردعه قوي بردعه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله يا جماعه ارحمونا. كفايه كفايه. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دلال دلال دلولة، انت ما لبستيش قميص النوم ليه؟ دلال دلال. الليلة السودة دي يا أبهار يا سميحة يا هدى. يا سميحة خشي يا فتي. البنت قطع النفس. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، تكون شماتك؟ أنا والله ولا فالك يا بنتي. يخرب بيتك بتسخني يا راجل. يا حاج مالك أعصابك بقت رهيفة خالص؟ إيه؟ دي نايمة. ده منظر واحدة نايمة؟ أكونش يا أخويا اديتها حباية منومة بتاعتي بدل الحباية اللي بالي بالك؟ أكونش كنش في ليلة زي دي يا نهار؟ وماله يا حاج؟ ما انا بكونش كل يوم وعايشة. انهار خلاص يا حاج، خلاص المسامح كريم تتعوض والايام جاية كتير. جاودة زي ما نمتيها هتصحيها. يلا يلا يا اختي. بقول لك صباحيه مباركه، انت ايه في مشكله في السمع؟ لا لا لا، السمع تمام اهو اهو. صباح الخير يا اختي، صباح النور. يا اختي صباحيه مباركه عليكي يا عروسه يا حلوه، تعالي في حضني، انا ما عرفتش راح حبيتي امبارح. ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ حلوه. الا قولي لي يا اختي، هو الحاج لسه نايم؟ لسه نايم. حلو، فرصه علشان نتعرف. بس اوعي تكوني زعلانه مني من حركه امبارح، اصل احنا كل فتره لازم نعمل زار عشان نفك الكرب والهم يروح. انا اسمي انهار، انت مين؟ انا دلال، اسمي دلال. دلال يا اختي، اسمك حلو وطعمه وبيضه، ايه الروقان ده؟ شعري حرام عليكي هيتقطع في ايدك. معلش يا حبيبتي، ما انا لازم اتاكد انه حقيقي، افتكرته تركيب بس حلو وناعم. وانت لما انت حلوه كده سبتي سرير جوزك وقمتي من جنبه بدري كده ليه؟ ابدا، اصلا انا صحيت من النوم يعني، فخفت اعمل دوشه في الاوضه وكده، فقلت اسيبه نايم براحته.
حبيبتي حبيبتي احنا هنا. ايوه قلبي الكبير يا اختي. اسم الله عليك يا اختي يا اختي على القمر. ايه ده؟ سميحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا هنية؟ شفتي عفريت؟ لا 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 مش قصدي. ايه حتة الحلاوة دي؟ ايه القمصان الحمرا دي يا بنت؟ ايه الحلاوة دي؟ وايه الغوايز دي؟ كل دي غوايز. هاتي حضني هاتي حضني هاتي حضني يا اختي يا اختي يا اختي. انتي بتعملي ايه؟ برحب بيكي يا هنية. تعالي يا اختي هاتك بالراحة شوية. البنت لسه عايزينها. اندهي على العيال خليهم يجي يسلموا على طنط. يا عيال يا عيال الحاج فواز تعالوا بوسوا طنط. عياله كل دول يا اختي ده في نبوءك يا بنت. وقول الله اكبر الله اكبر. يا ولاد خدوا طنط وفرجوها الجنينه. عايزاكم تبسطوها. فكي نفسك كده يا دلال مع العيال وروحي ويجي معاهم كده يا اختي. ولا انت ما بتحبيش العيال؟ لا ازاي؟ هو في حد يكره العيال؟ دول نعمه حتى من عند ربنا. وبعدين يعني كفايه ان هم عيال الحاج فواز الصياد. خلاص يا عيال خدوا طنط. حاج مال قال انه مش جاي النهارده. والراجل بتاع الدفينيه ومعاه واحد لبناني جوه مع استاذ زكي. ما انا عارف زكي اتصل بيا. انا بسال عن الحاج عيان عنده ايه. ده كان زي الفل امبارح في الفرح. اخص عليك يا شحاته. مش كنت تقول لي اجي اتفرج؟ كان نفسي اشوف الحاج وهو عريس. يا سلام. احنا في ايه ولا في ايه يا هناء؟ لما ادخل اشوف زكي ده عايز ايه؟ شحاته ارجع وقضيها. لوك 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 لوك. نعم. هو انت ما صورتش الفرح على الموبايل؟ ده انا هصور قتيل في الشركه دي يا هناء. ده انت رخمه قوي. اشوف فيك يوم يا شحاته واشوف الحاج وهو عريس. احنا ان شاء الله نروح نبص على البضاعه اللي في المخازن الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا شحاته نشوف ايه الشغل اللي فيها ينفع وايه اللي ما ينفعش، وبعد كده ندي اوردر للمصنع بالشغل المطلوب. هي دي اوامر الحاج. اهم حاجه تبلغه سلامنا وتقول له الف سلام عليك يا حاج. وانا هون بمصر كام يوم بتمنى الحق اشوفه. ان شاء الله. هو بس ريح النهارده شويه ومن بكره ان شاء الله يبقى معانا. شحاته احنا ينفع نروح المخازن امتى؟ في اي وقت زي ما تحبوا. انا جاهز لو عايزين دلوقتي. يلا على خيرة الله. يبقى نتكل وخير البر عاجل. مشي الحال. موسيقى
اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا بيتكم ومطرحكم اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ايه ده يا حاج؟ ولا مبنى المحافظه محافظه ايه ده احسن من مبنى المحافظه والله. شايفه يا محمود هلال؟ شايفه يا محروس يا اخويا. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. هي ده هلال هتعيش هنا؟ اه طبعا. الله، ما هو ده بنت العيله وهي خلاص بقت واحده من العيله. اتفضل 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 يا حاج. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. حلو قوي التغيير اللي انت عملته ده يا استاذ محروس. شوف انتوا بتسرقونا احنا اللي هنقول يا حاج. ايوه ايوه اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.